السلام عليكم، صباح الخير. صباح في الشتاء، الغيام والشتاء، ولكن كاين الشتاء غير الغيام، الشتاء كتنقط وصافي. واه، واحد المسألة خاص ننبهكم ليها. الحمد لله، شكر الله، قليل جدا اللي كيحمد الله على أنه داز له النهار مزيان، أو على أنه ما وقعلوش شي حاجة فضل الله. الإنسان كيسحب له حتى توقع له شي زينة ويقول الحمد لله، بل الحوايج اللي كيديرهم يوميا كيسحب له عادي. فزعما يشرب الماء بارد من الثلاجة، او يشرب اتاي سخون في الصباح، او يضرب قهوة، او يفطر بالبيض، او يضرب خبز سخون، او يضرب باكيط، يتغدى، يتعشى، ينعس. هادو ما كيحمدش عليهم لا اصلا، يعني بحال اللي زعما هذا الشيء قالك طرحها كيس. قلت راس الحمد لله، باش بزاف الناس ما عندهمش اصلا. خاصك ماشي تحمد تقول الحمد لله باردة، خاصك تشعر انه شوف الله شنو عطيك، قمة السعادة. فهادو كلشي نعم، ثاني عام راه الناس ما محروم من هادشي. واش تعرف شنو هي؟ تعرف شنو هي تنوض الصباح وقد تنوض وتنفس، تتنفس وتشوف، وعينك كتحرك كيف بغيت، وعندك نظاظر كتعور بحالي، وعندك شامبوان كتوسخش، وكتغسل وجهك بالصابون، وكتلبس كسوه بوحدك، وكتمشي للطواليت بوحدك، وكتقضي حاجتك، وكترتاح حتى التفريغ، يعني حتى تفرغ حاجتك في اللابابو الطواليت، تخرج تقول الحمد لله على انك خويت راسك، تكون مزيحيل تبقى مزير. هذا الشيء ما تفوتوش، هذا الشيء اجر ضخم. ولا ان شكرتم لازيدنكم، لو قلت الايه غلط فصح. هو فاحمد الله صاحبي، راه انت شحال ديال التفاصيل الحمد لله راك مدوزها، بل والكثر تحمد الله، بل تحمد الله على انه ما وقع لك والو اصلا. عارف اللي بنادم الصباح بحالك عادي ناشط، العشيه راه في السبيطار وصافي، قالوا له انت مشل الحياه كامله، ما صافي حياته كامله مشات، احلام والمراه والولاد والسعاده وشري لوط ما كاينش، صافي هزك الماء. فهادي تقدر توقع لك النهار، علاش ما كتوقعلكش؟ شكون انت؟ ما كنت زعما مكرم مؤمن من الله؟ كاين اللي صبح هكا، كاين اللي صبح لقى راسو صافي عنده مرض خصو يغسل غسيل كلى كوج مرات في الاسبوع مثلا. كاين اللي صبح لقى عنده المهم، كاين اللي صبح لقى عائلته كامله ماتت هذاك النهار. انت صبحت ومشيت تنعس وما وقع لك والو، يعني ما وقعكش حاجه كارثيه تقول، حتى توقع لك تقول لك ما وقع لي والو كملت النهار. لا حمد الله قبل حيت ما وقعت لكش اصلا، حيت راك عادي مزيان. تنوض في الصباح مكرفص ما عندك لا فلوس لا والو ومرول في حياتك، ونعست وانتهك ما وقع لك شي حاجه كارثيه اللي كيف قلت لك، الحمد لله انه تقدر تكرفس اكثر، تقدر حياتك تدمر، تقدر تحتاج اي واحد، تقدر تنعس الصباح مزيان، تنعس شي واحد يديك للطواليت تقضي حاجتك، صافي حياتك كامله للابد حتى تموت. كيف جاتك هذه؟ خاص تعرف وتحمد الله على النعم اللي راك فيه، على النعم اللي، وعلى انك ما وقع لك حتى شي حاجه خايبه فهاد النهار. حوايج بس راه تليفون، ما التليفون اللي كنصور به دابا حلم عند بزاف ديال الناس. مثلا انا واحد الوقت كنحلم بهذا التليفون، وقت ما كنشوف شي واحد في التلفازه ولا كيرمي التليفون في الارض كنقول لك غيعطيه طول، دا كان حلم بالنسبه لي واحد الوقت. فراه النعم ضخمه، خص الحمد لله الله ما كتحسوش بها. هذا ما كان، والسلام عليكم. عليك بالتأني وأعطي دون مني، وسير نحو الثريا بسير مطمئن، لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أن